عينه عليك اكتر. لان كنت بروح في المنتخب وفتره وبعدين مشيت، فالكابتن جوهري جه في سلسله جديده وبعدين مرنت وجابني واتمرنت معاه ورجعت، فلما يشوف ان انا انتجت فهتبقى حاجه كويسه بالنسبه لي. فكان كان 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 بتكلم على الهدف ده ان هو اداني بوابه كبيره قوي فتحت لي حاجه تانية خالص. طب ده احلى هدف مع الاولمبي. طب احلى هدف في مسيره الكابتن احمد الكاس؟ هو يعني انا في اهداف ما انا عارف طبعا اهدافك كلها حلوه وملعوبه، ربنا يخليك. يعني في اهداف كتير قوي انا لعبتها مع الاولمبي ومع الزمالك ومع الاتحاد. انا فاكر في جول مع نادي الاتحاد جبته، كنا بنلعبه زي المعادن تقريبا او الشرقيه، كنا بنلعب الشرقيه تقريبا. ده من احلى الاهداف. يعني الكره جايه لي في دي عشان كان رد فعل وانك انت ازاي تبقى في لحظه تاخدها، وكان توفيق من ربنا. فالكره جايه لي فانا هعملها احمد سري، انا عارف ان احمد سري سريع، وانا لسه هعملها كده، فلمحت الجون ايه هيطلع، فروحت شايتها مره واحده جامد، فربنا كرمني وجبتها. ده من ضمن الاجوان اللي انا بتكلم فيها ان هي كان فيها سرعه التفكير وسرعه انك انت ازاي تبقى عندك قرايه بسرعه. فالحمد لله رب العالمين كان من ضمن الاجوان اللي انا ما اقدرش انساها. كان حصولك على لقب هداف الدوري 3 مرات حدث كبير، لكن الانتقال بقى من نادي الاولمبي لمنتخب مصر ده الحدث الاهم والحدث الاكبر. كبير قوي ده، يعني انا جالي كميه تليفونات. اول تليفون جالك من مين بقى؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك الكابتن احمد رفعت. الكابتن احمد رفعت الله يرحمه كان وهو اللي رشحني للفريق الاول مع الكابتن شحت الله يرحمه ومستر مايكل سميث. كانوا حاصلين على بطوله امم افريقيه 86، وبعد كده رحت تجمع المنتخب مع مستر مايكل سميث والكابتن شحته. في وسط ناس كبيره قوي يعني جيل، مهما اقول لك اتشرفت فعلا لما موجود. الاسماء كانت اسماء كبيره قوي وما كنتش احلم ان انا العب معاهم. وبرضه قدر ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا رايح حصل فيه اختلاف ما بين جهاز الفني للمنتخب العسكري ومنتخب مصر، فمستر ماكس قال لي خلاص اللي موجودين هنا يمشي يروحوا ما فيش مشكله. بقيت انا موجود من ضمن الناس، يعني انا رايح انا واخد شنطتي مش حد يعرفني انا احمد الكاس ولسه فرقه في الدرجه الثانيه. الاسماء اللي رحت عليها كابتن طاهر بزيت، كابتن علي شحاته، كابتن حماده صدقي، كابتن ربيع ياسين، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن شوقي غريب، كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن يونس، كابتن عماد سليمان. لعبت مع الناس ديت فكان كبيره، يعني كابتن طاهر ابو زيد طبعا اسماء كبيره قوي، وانك انت تلعب معاهم يعني كانت كبيره قوي للناس اللي لعب في افريقيا 86، بجانب بقى اللعيبه اللي هم مثلا موجودين. يعني انت بتتكلم في لعيب في النادي الاولمبي، مش بقلل من قيمه الاولمبي، بالعكس النادي الاولمبي اسم كبير جدا وعريق جدا ومن اقدم الانديه الموجوده في مصر، بس ممكن تبقى حته المنافسه انك انت دايما تبقى موجود مش موجود. طبعا كان قاصر طبعا منتخب مصر على معظم لعيبه الاهلي والزمالك، وده شيء طبيعي. مش بقول مثلا لا ان هم بيتجمعوا، لا ده شيء طبيعي جدا، لان نادي الاهلي ونادي الزمالك من اكثر الانديه اللي بتلعب سواء بتنافس على الدوري او في افريقيا. فبيلعبوا، يعني بتكلم في ايه، الانتشار كبير. فكون انك انت تبقى موجود يبقى، فلما رحت ولعبت مع المجموعه ديت يعني كبيره قوي وبتاع، كان جالي بعد ساعات تليفونات بعد منها بقى اروح وارجع اروح، لغايه لما الكابتن جوهري لما كلمني فقال لي انا محمود الجوهري. قلت له يا كابتن محمود ربنا يخليك ازاي؟ قال لي انا اخترتك معايا تبقى موجود، بس انت محتاج انك انت تيجي تتمرن معايا وهكلمك عشان هاجي لك. كان عندنا ماتش مع المقاولين وجالي في الفندق الاقامه بتاعت الاولمبي، جالي وبتاع واتكلم مع كان الكابتن محمود بكر الله يرحمه موجود والكابتن بوري كانوا موجودين، فاتكلم معاهم. وبعد منها بقيت ان انا على طول بقى مع الكابتن الجوهري، فبدات المسيره ان الانتشار ووصولنا لكاس العالم. على طول حازم امام يلعبها لكن جول يا عيب لعيب لعيب. يومك يا كاس النهارده الكاس قنبله من الكاس قنبله وماشي اسرع جول وكره بالعرض هوبا جول احمد الكاس. كابتن جوهري كان مقتنع جدا باحمد الكاس وكان بيحب كمان احمد الكاس. انا كنت بعشقه لان من اعظم المدربين اللي اتمرنت معاهم.
مش من الناحية النفسية ومعالجة اللعيب، لا ده هو كل التفاصيل كل حاجة. يعني بتتكلم الراجل عسكري بغض النظر بتلاقيه صارم وابن نكتة ويهزر معك وتحس انه هو اب وتحس انه اخ وتحس انه صارم وقوي جدا 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 يعني فاهم قصدي؟ لا حاجة اتعلمنا منه حاجات كتيرة قوي. وهو كان مدرب عبقري، يعني انت بتنزل انا ببقى حافظ زي ما حافظ لعيبه الاهلي والزمالك فلان وفلان وفلان حافظ. كنت بنلعب اي فرقه من افريقيا حافظ الفرقه بتاعتها من خلال الفيديوهات اللي كان بيعملها. طب ما تقول لنا يعني نوادر الكابتن جوهري في محاضراته، يعني ما ينفعش نعدي المحاضرات بتاعه الكابتن جوهري وهو بيفرجكم مثلا على اي مباراه بالتصوير البطيء يبدا يفتح النور